دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها الجزء الاول الدرس الحادي والعشرون مدرستي هذه مدرستي هي قريبه من المسجد هي مدرسه كبيره لها ثلاثه ابواب ابوابها مفتوحه الان في المدرسه فصول كثيره هذا فصلنا وهو فصل واسع فيه نافذتان كبيرتان وفيه مكاتب وكراسي وفيه سبوره كبيره هذا مكتب المدرس وذاك كرسيه وتلك مكاتب الطلاب وكراسيهم مكتب المدرس كبير ومكاتب الطلاب صغيره في فصلنا عشره طلاب وهم من بلاد مختلفه هذا محمد وهو من اليابان وهذا خالد وهو من الصين وهذا احمد وهو من الهند وهذا ابراهيم وهو من غانا وهذا اسماعيل وهو من نيجيريا وهذا يوسف وهو من انجلترا وهذا بيرم وهو من تركيا وهذا عمار وهو من ماليزيا وهذا علي وهو من امريكا وهذا ابو بكر وهو من اليونان هم من بلاد مختلفه ولغاتهم مختلفه والوانهم مختلفه ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم واحد وقبلتهم واحده هم مسلمون والمسلمون اخوه هذا مدرسنا اسمه الشيخ بلال وهو من المدينه وهو رجل صالح نحن نحبه كثيرا تمارين اجب عن الاسئله الاتيه اين هذه المدرسه كم بابا لها امغلقه ابوابها الان ام مفتوحه كم نافذه في هذا الفصل كم طالبا في هذا الفصل اكلهم من بلد واحد من اين ابو بكر من اين احمد من اين يوسف من اين محمد من مدرسهم من اين هو ضع هذه العلامه امام الجمل الصحيحه وهذه العلامه امام الجمل التي ليست صحيحه مدرستي قريبه من المطار لها ثلاثه ابواب ابوابها مغلقه الان مكاتب الطلاب كبيره مكتب المدرس كبير في فصلنا عشره طلاب عمار من اليونان بيرم من تركيا يوسف من ماليزيا مدرسنا من المدينه اذكر البلاد الوارده في الدرس من اسيا وافريقيا واوروبا البلاد التي في اسيا البلاد التي في افريقيا البلاد التي في اوروبا الكلمات الجديده المكتب الجمع مكاتب الكرسي الجمع كراسي اللون الجمع الوان القبله ذاك ذلك ولكن